مساء الخير والسعادة على كل مشاهدينا الكرام في كل مكان. أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج النص الحلو. الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام كان دايما بيقبل الحسن والحسين، فدخل عليه في مرة رجل أعرابي وسأله: أتقبلون أولادكم؟ وكمل كلامه بمعنى الحديث إن عنده 10 من الأولاد بس ما بيقبلش منهم حد أبدا. فرد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: ما أفعل بك إذا نزعت منك الرحمة؟ من لا يرحم لا يرحم. ولادنا ممكن يكونوا مش محتاجين العنف والشدة قد ما هم محتاجين الرحمة، محتاجين منك جرعة من الحب والأمان، محتاجين لين في المعاملة، لأن اللي هتزرعه فيهم هو ده أكيد اللي هتحصده منهم بعدين. وربنا سبحانه وتعالى قال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فما فيش شك إن ولادك هما من أهم النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى رزقك بيهم في الدنيا، ودايما بنسعى إنهم يكونوا في أفضل نسخة منهم. بس هل يا ترى إحنا بنتبع الأساليب التربوية الصحيحة عشان نحقق ده؟ وهل ولادنا فعلا هما ردة فعل لكل اللي بيكتسبوه وبيتعلموه مننا؟ وهل ممكن تكون الأهل سبب من الأسباب اللي بتأدي لسوء سلوك ولادهم؟ وهل ممكن يكون عندنا فرصة إننا نعدل من سلوكهم ونخليهم فعلا في أفضل نسخة منهم؟ هو ده اللي هنعرفه إن شاء الله بعد الفاصل مع ضيفتنا المتخصصة في تعديل السلوك للأطفال والمراهقين. تعالوا بينا ناخد فاصل ونرجع نستقبل ضيفتنا الكريمة في الاستوديو. ورجعنا لحضراتكم مرة تانية واستقبلنا ضيفتنا اللي منورانا النهاردة في الاستوديو، دكتورة شيماء أحمد، استشاري أسري وتربوي وأخصائي تعديل سلوك للأطفال والمراهقين. أهلا بيك يا دكتور شيماء. أهلا بيك حبيبتي. أهلا بحضرتك، منورانا. بنورك. سؤال واضح وصريح كده من بداية الحلقة يا دكتور، هل الآباء والأمهات ممكن يكونوا فعلا سبب من الأسباب اللي بتأدي لسوء سلوك ولادهم؟ يعني ممكن الأب والأم يكونوا سبب في ضعف شخصية ابنهم، أو أنه يكون بيكذب مثلا طول الوقت، أو أنه يكون عدواني بشكل كبير؟ طبعا الآباء لهم دور أساسي في سوء سلوك ولادهم. طيب ده بيكتسبوه إزاي؟ إحنا عارفين أن سلوك الطفل مكتسب. تمام. بمعنى أن الطفل بيقلد أي حاجة بيشوفها وبيتبعها. يعني الأم العصبية أو اللي بتتبع أسلوب السيطرة الزيادة، بالتالي الولد هيبقى عصبي، هيبقى عدواني، ممكن في بعض الحالات يبقى بيكذب كتير، بيسرق، هتلاقيه ان هو سلوكه في المدرسة أو في النادي مع أصحابه مش كويس، وممكن يبقى العكس تماما، ممكن يبقى شخصية انطوائية جدا. تمام. فإتباع السلوك في التربوي في التربية هو اللي بينعكس على أطفالنا. طب ايه يا دكتور الاساليب التربويه الصحيحه اللي نستخدمها في الوقت ده اللي زي ده مع الاجيال الجديده بقى وكده؟ اهم اسلوب وانا بشوفه من وجهه نظري ان هو بيوازي او بيعادل الحياه اللي احنا عايشينها دلوقتي هو اسلوب الثواب والعقاب. احنا لما الطفل بيعمل حاجه كويسه بنكافئه عليها. تمام. ولما بيعمل حاجه سيئه بعاقبه عليها. احنا حتى في الحياه بنتعاقب لما بنعمل حاجه غلط، ولما بنعمل حاجه كويسه بيبقى لينا خير في الدنيا وبندخل الجنة. فنفس الترتيب الإلهي هو نفس الترتيب هنا في الأسلوب التربوي. تمام. طب بالنسبة بقى لأسلوب الثواب والعقاب، دلوقتي مثلا بنشوف الأم تقول للولد: لو أنت ما عملتش الهومورك بتاعك أنا أحرمك من التمرين بتاع النهاردة، لو مش عارفة عملت الغلطة إيه مثلا هتتحرم من المصروف. هل اسلوب العقاب ده اسلوب صحي ولا في اساليب تانية ممكن استعملها مع الطفل؟ هو لو مره واحده ان انا هعمل كده، يعني هقول له لو ما عملتش الهوم ورك هحرمك من الموبايل او من التاب او مش هتروح التمرين، تمام، نحطه في جدول الاساليب اللي احنا هنعاقبه بيها. تمام. لكن لو كل مره هيبقى ده اسلوبي الطفل هيتعود على ده. فهيتعود دي طريقتي. احنا اولادنا بيحفظونا، بيحفظوا كل تصرفاتنا، كل حاجه احنا بنعملها، وما بيبقوا عارفين امتى يعصبك. تمام. وامتى تبقي لطيفه معاه ويدخلك منين بالظبط لما يكون محتاج حاجه. فعشان كده ما تتبعيش اسلوب واحد، لكن انا مثلا هنوع في اسلوب العقاب وهنوع برضو في اسلوب الاسابه او المكافاه لما اجي اكافئه على حاجه. اعملي جدول بقى بسيط واكتبي فيه بعض الحاجات اللي هو مثلا بيحبها وابداي تتابعيها معاه. تمام. طب يا دكتور بالنسبه للاباء والامهات اللي هم دايما بيستعملوا اسلوب السيطره والعنف مع اولادهم، مثلا اب وام دلوقتي كانوا بيستعملوا العنف مع ابنهم مثلا سنه واثنين وثلاثه، وبقى حصل فيه تراكمات عند الولد وبقى فيه حاجز نفسي بينه وبين مامته وباباه،
ازاي بقى ايه الاساليب اللي انا اخلي ابني يرجع، يعني يرجع يثق فيا تاني او يرجع اكسبه ليا تاني من الاول؟ يعني اول حاجه لازم اعرف هو فين الاسلوب الخاطئ اللي انا بتبعه. تمام. يعني لو انا بسيطر طول الوقت وبتحكم في ابني طول الوقت ومش مدياله مساحه من الحريه ان هو يختار، يبقى هنا انا بتبع اسلوب السيطره الزايده. لو انا طول النهار بدلع وهنن يبقى انا بتبع اسلوب التدليل. لو انا هاملاه ومش بسال فيه ولا متابعه المدرسه ولا متابعه سلوكياته عموما مع اصحابه يبقى انا متبعه اسلوب الاهمال. اعرفي انهي اسلوب تربوي انت متبعاه مع اولادك ومن هنا تبدا خطه التعديل. يبقى انا في البدايه عرفت مثلا ان انا بتحكم في ابني زياده، ابتدي اديله مساحه من الحريه. هتقولي لي اصل بيختار حاجات مش حلوه والبنت بتختار توه غريبه ولبس غريب. طيب خيري بين حاجتين، وليكن يا التيشيرت ده يا التيشيرت ده، يا اما هتلبس الطقم ده يا الطقم ده، وادي لهم مساحه من الحريه. ويا ريت نبدا من سن 3 سنين أو 4 نبدا ان هو اللي يختار لبسه وحاجته، نخليه يعتمد على نفسه ويعتمد على نفسه ويساعدك في الحاجات البسيطه، يعني ينظف الارض بعد ما ياكل، يدخل طبقه المطبخ، يشيل الطبق من المطبخ يدخله يطلعه الانتريه. المهم ان هو يبدا يعمل مهام ويعتمد على نفسه. تمام. طب بنلاقي دلوقتي يا دكتور في التجمعات العائليه مثلا تلاقي الاب والام برضو دايما بيشتكوا من ولادهم، يعني مش عارفة أنا ابني شقي بطريقة مش طبيعية وبنتي عنيدة بطريقة مش طبيعية ومطلعة عيني. هل بقى التركيز على السلوك السيء ده أمام الطفل أو قدامه بشكل مباشر ده بيأثر عليه بشكل سلبي أو عكسي؟ يعني مثلا ممكن يخليه شقي أكتر أو يخلي البنت عنيدة أكتر؟ طبعا، لأن طول ما أنا بركز على الحاجة هزودها، العقل هينفذ لي العند الزياده او العصبيه الزياده او الشقاوه الزياده. وممكن تكون الشقاوه طبيعيه وانت شايفه ان هو شقي زياده. طب انا احكم على ايه؟ انا ما اكررش المشكله، يعني ما افضلش اقول ابني شقي، ابني عندي، ابني عصبي، لكن اركز على الحلول. ايه الحل؟ راقبي السلوك. لو اتكرر معاكي اكتر من مره يبقى في الحاله دي انت محتاجه تعدلي هنا السلوك. بس كل ده بيتم بعد ما اعرف الاسلوب التربوي. تمام. الطفل العنيد يا دكتور، هل في علامات تبين لي ان، يعني بيقولوا ان الطفل العنيد ولا يعني من هو سن 2 سنين تقريبا بيبدا العند عند الطفل ده طبيعي لحد مثلا سن 7 سنين على ما اعتقد او 6 سنين، هل بقى ده العند الطبيعي والمفروض ان الطفل يكون عنيد؟ هو الطفوله المبكره بتبدا من سن 2 لـ 6، وهنا الطفل بيكون عنيد لانه عايز يقولك يا ماما انا كائن عايز اتحرك، اعمل حاجتي، اثبت ذاتي، زي بالظبط ما المراهق كده بيبقى عايز يثبت ذاته. فده عند طبيعي، هو عايز يقول انا كائن موجود. طب العند بقى اللي هو بيوصل لدرجه ان انا مثلا استشير حد او اروح لمتخصص، هل بقى هرجع واقول لك راقب السلوك. لا، في علامات تبين لي هل الطفل ده عنده طبيعي ولا العند بتاعه اوفر؟ يعني مثلا عايزه اشوف علامات في الطفل اعرف ان هو وصل لمرحله لازم يعني اوديه المتخصص او اعالج الموضوع بشكل تمام. مباشر. اول حاجه هراقب السلوك وعدد تكراره، وبيتكرر كل شويه او على مدار اليوم تكتبي عدد المرات وايه المواقف بالظبط اللي بيكرر فيها سلوك العند. طب ايه العلامات بقى اللي بتخليني اقول ان انا ابني عنيد شويه؟ لو احنا قلنا من سن 2 لـ 6، لا سيبيه عندك شويه بشويه علشان ده طبيعي وبيخلي عقله دايما في تطور وبيخلي النمو النفسي والعقلي في مرحله ازدهار ونمو. لكن كل حاجه بتزيد عن حدها بتقلب ضدها. تمام. يبقى انا هلاحظ بيسمع الاوامر، بينفذ كلامي، بيسمع كلامي بعد مثلا كذا مره ابدا الاحظ التصرفات بتاعته دي. الحاجه الثانيه بقى لو هو بيعصبك باستمرار، يعني لو هو بيبقى في قمه سعادته لما انت بتتعصبي وتغضبي والله ولو قلب لي البيت بقى حرب نفسيه، هو اصلا اخواته كلهم مخطط لده، يعني بيبقى مخطط فعلا لده، وده بيحسسه كده ان انا انتصرت بانتصار، عملت حاجه جميله قوي النهارده، ما هو انت كاتمه على نفسي. أيوة، طول الوقت. ايوه صح. فانا محتاج ان انا اتنفس شويه، عصبيتك دي معناها ان انا وصلت للي انا عايزه. فلازم تراقبي التصرفات دي، بيكررها امتى، بيعملها امتى. لكن ما تجيش تجيبي لي طفل 5 سنين وتقولي لي بيعاند وما بيسمعش كلامي، ما هو مش المفروض ده يسمع سنة كلامي. طبيعي، سنة طبيعي للعند يعني. بالظبط كده. طب يعني قول للامهات ان من سن 2 لـ 6 سنين ده طول ما الطفل عنيد كل ما انت مطمنه عليه، يعني هو كده طبيعي. هو العند ده اصلا على فكره صفه حلوه، هو عايز يثبت ذاته، هو يعني قائد في نفسه،
عايز يقول امر فيتعمل، فانت ممكن توظفي ده لصالحك، انك تخليه مثلا يشاركك في بعض المهام في المنزل، تساليه، تستشيريه في بعض حاجات حتى لو مش حقيقيه، يعني مثلا تحكي له هخرج مع صاحبتي، ايه رايك نروح فين، نعمل ايه، هكلم فلان في التليفون، استشيريه في حاجات بسيطه، تحب نشتري ايه النهارده، تحب نخرج فين، تحب نتغدى ايه، حتى لو يكون حاجات في يدي المنزل، رايه. بحيث ان هو يدي رايه كده، انت بتستفادي حاجتين، بتكسري حديه العند، وفي نفس الوقت بتخليه شخص يتحمل المسؤوليه بالظبط. ويقدر ان هو يعتمد على نفسه، ما يبقاش شخصيه اعتماديه. بالظبط. تمام. طب ندخل بقى على مرحله العلاج يا دكتور. تمام. هل في خطه علاجيه ممكن نقدر نستخدمها مع مثلا الطفل العنيد او اللي بيكذب بشكل مستمر او ان يكون عنيف بشكل كبير؟ لو قلت لك هقطعك، انا اتفضلي. بتجيني حالات مثلا يقول لي اوصفي لي شخصيه، يعني علاج للعند، هي كل الحالات واحد؟ يعني لا هو كل طبعا. مثلا المغص او وجع الرجلين علاجه واحد؟ لا. لا، ما ينفعش اوصف لك شخصيه، لان هنا الاسلوب التربوي ممكن يبقى مختلف. يعني حضرتك ممكن تبقي متبعه اسلوب تربوي زي الضرب والتحقير من الطفل باستمرار، وحد تاني بتدلع طفلها ومخلياه ما بيشيلش الياسمينه من على الارض، فما اقدرش ولا ده ولا ده. الخطه هنا غير الخطه هنا. لازم كده في الحاله دي هلجأ لمختص يساعدني، لكن برضو برجع واقول امتى اعمل ده؟ لما يتكرر السلوك اكتر من مره وفي مواقف مختلفه تخليني اقول ايوه الشخص ده عنده سوء سلوك او عنيد او بيطول عليا، ما بيسمعش تمام. كلامي باستمرار، بيهاجمني باستمرار. في اطفال بتبقى عايزه ان هي صوتها يبقى اعلى من صوتك، تثبت فانت لازم نفسها تلاحظي وتثبت ده بالظبط. وجودها. لو الام فاهمه ان هو كده بيثبت ذاته وعايز يبقى ليه راي، هتعرف توظف ده صح. بالظبط. فنصيحتي ان انت وظفي ده في ابنك، ابنك قائد، حابب نفسه، بيقدر ان هو يتحمل مسؤوليه، اشتغلي على ده وخليه يشيل عنك شويه في البيت حتى. تمام. طب انا اكتشفت دلوقتي ان ابني بقى فيه الصفات اللي انا ما ينفعش بقى ايه اسكت عليها خالص. المفروض دلوقتي انا مثلا عايزه اعالجه من قبل مثلا او اعالج السلوك اللي فيه من غير ما اروح لمختص، يعني بمعنى صح، يعني زيتنا في دقيقنا بمعنى صح. ايه بقى هي المده الزمنيه اللي اقدر اعالج بيها سلوك ابني او اقول ان يعني احاول معاه في خطه علاجيه من نفسي؟ ايه المده الزمنيه اللي ممكن هو احدد مفيش وقت معين للسلوك، لان احنا مش يعني انا مش هقضي على العناد. العناد مش حاجه هشيلها من جدرها واقول لي خلاص انتهت، لا، انا هنا بس بدربه ان هو يرتب افكاره، يقدر يتعامل في المواقف، يرتب انفعالاته يضبطها، ما يبقاش مثلا كل تصرف تقولي له عليه لا يقعد ويصرخ ويعيط ويضرب في الارض. انت بس بتضبطي السلوك، لكن هقضي عليه بقضي على شخصيته. ندخل بقى يا دكتور على مرحلة المراهقة. ايه هي افضل طرق للتعامل مع المراهق او سن الشاب اللي بيبقى في سن المراهقه؟ يعني ان انا ابقى متسلطه جدا عليه ولا اديله مساحه من الحريه والاختيار، استعمل العنف ولا استعمل اللين، خصوصا في المرحله دي بتبقى فيها مشاكل كبيره على ازاي نتعامل. تعالي نقول مع بعض ان مثلا من سن 8 سنين كده الام تبقى عارفه كده ان هي حامل في مولود جديد. لما هيتم العشرة هتبدا تنتظر امتى موعد بلوغه او هيدخل سن المراهقه. تمام. يبقى انا دلوقتي بتعامل مع طفل كل طباعه اتغيرت بنسبه 100%، كل تصرفاته بتتغير، هم عندهم لخبطه كبيره جدا في الهرمونات، فبتخليهم مش عارفين هو ايه اللي بيحصل لنا، هو ايه اللخبطه اللي بتحصل جوانا، شويه فرحان، شويه زعلان، شويه ما تبقيش فاهمه ماله اصلا. فهنا ما ينفعش اتبع معاه اسلوب معين، انا دوري هنا استشاري فقط، يعني بنصحه، بوجهه، بعرفه الصح من الغلط، مش اكتر من كده. لا ينفع اسيطر عليه ولا اتحكم فيه ولا طول النهار اديله اوامر، لان هيتمرد عليا وهتبدا بالظبط. تحصل المشاكل اللي بنسمع عنها كلنا في مرحله المراهقه. تمام. طيب طب قبل ما اتفضلي. تكملي حابه اقول حاجه مهمه، اتعاملي مع الطفل ان هو المراهق نصه طفل ونصه مراهق. مرتبه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان نص الطفل ده هو بيحب دلعك والكلام الحلو اللي كنت بتقوله له في مرحله الطفوله وهو المبكره صغير. والمتاخره. تمام. لما دخل المراهقه عايز يحس ان انا خلاص بقيت راجل وانا بقيت انسه وعايزه اهتم بنفسي واشوف يعني شكلي عامل ازاي، بهتم بمظهري، بهتم بان انا لازم يبقى ليا راي، كل الناس تشوفني حلوه. وعلى فكره المراهق ما بيشوفش نظرته من عين ماما وبابا، من من عين صحابه أصدقائه. والناس الكتير اللي حواليه اكتر، لانه بيقتنع ان ده الكلام ده انت بتقوله لي عادي، لكن انا عايزه اسمعه من بره تمام. وبالاخص من صحابه. بالظبط.
طب من ضمن الأخطاء الكارثية اللي بنشوفها يا دكتور، إن مثلا الأب الولد دلوقتي بيعدي مرحلة المراهقة وبيبقى شاب لطيف بمعنى أصح، والبنت بقت أنسة جميلة، وتلاقي الأب والأم لسه بيتعاملوا مع الولد إن هو لسه مراهق أو لسه طفل، والبنت لسه صغيرة، متسلطين على كل اختياراتهم ومتسلطين في يعني في قراراتهم وفي كل حاجة. السؤال بقى هنا، ازاي انا ابني ابني كشخص مسؤول عن قراراته ومسؤول عن اختياراته ومتحمل نتيجة الاختيارات دي؟ تمام. لو انا بتبع اسلوب سليم من البدايه كان كل ده هيريحني في الفتره دي، لكن لو هو ابني الوحيد بقى، وده دايما بيحصل لما بيكون الطفل وحيد مامته وباباه، وبتكون الام حاسه ان انا دوري كأم ان انا اعمل له كل حاجه من وهو طفل لغايه يمكن كمان ما بيتجوز ويخلف، تمام، فبتخليه شخصيه اعتماديه مش مسؤول بالمره، ما يقدرش يفتح بيت اصلا، وبالتالي بتحصل بقى المشاكل اللي احنا بنسمع عنها ونسبه الطلاق العاليه، لانهم اصلا ما عندهمش تحمل المسؤوليه، مش واثق من نفسه مش بمعنى واثق أصح. من نفسه، ما بيعرفش يفتح بيت. تمام. فانا هنا دوري ان انا ابدا بقى اخليه يتحمل مسؤوليه نفسه على الاقل خالص. تمام. يعني مثلا لو بياخد مني المصروف فانا هديله المصروف واخليه يكفيه طول الشهر، فمش هتديله اعانه تانية ولا فلوس تاني. تمام. حاول تتاقلم ان المبلغ ده هيكفيك طول الشهر. كان نفسنا نكمل كلام مع حضرتك والله جدا يا دكتور، بس للأسف انتهى وقت حلقتنا. شرفنا بوجودك معانا دكتورة شيماء أحمد، استشاري أسري وتربوي وأخصائي تعديل سلوك للأطفال والمراهقين. شرفنا بوجودك يا دكتور. مشاهدينا الكرام، للأسف انتهى وقت حلقتنا النهاردة. أشوفكم إن شاء الله الأسبوع اللي جاي في نفس الميعاد.